من المنتظر أن تشهد أسعار النقل الحضري والشبه الحضري ارتفاعاً محسوساً متأثراً بارتفاع أسعار الوقود بعد سلسلة من اللقاءات جمعت وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان والناقلين الخواص، حسب ما أكده رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين الذي كشف أن الزيادات الجديدة تتراوح بين 25 و50% حسب نوعية النقل الحضري والشبه الحضري وما بين الولايات، وكذا حسب المسافة القصيرة والمتوسطة أو الطويلة. ففي النقل الحضري بالحافلات من 0 إلى 5 كيلومتر التسعيرة تصبح ب20 دينارا، من 6 إلى 10 كيلومتر التسعيرة تصبح ب25 دينارا، 21 إلى 30 كيلومتر التسعيرة تصبح ب45 دينارا. أما النقل شبه الحضري من 31 إلى 100 كيلومتر التسعيرة تصبح ب1.55 دينار للكيلومتر الواحد. رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين أكد أنه تم تجميد منح الرخص عبر عديد الخطوط البرية المشبعة ومنح رخص جديدة عبر عديد الخطوط البرية التي تشهد نقصاً. وتبقى هذه الزيادة التي فرضتها الوزارة في التسعير على الناقلين في حدود صغيرة نسبياً، وذلك مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن، فهل تمر هذه الزيادات على المواطنين برداً وسلاماً؟